اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم الجدعان ريل ستيت. بنواصل حلقاتنا معاكم تاني من بعد ما توقفنا خلال شهر رمضان الكريم، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وعشان كده حابين نبتدي معاكم حلقه النهارده بانجاز كبير حققته مؤسسه مصريه عمرها اكتر من 125 سنه ولا تزال في الصداره، والمؤسسه دي بالتاكيد هي البنك الاهلي المصري، والخبر يخص شركه الاهلي للتمويل العقاري، واحده من شركات البنك الاهلي المصري واللي تاسست سنه 2010. وخلال السنه اللي فاتت حققت معدلات نمو غير مسبوقه وزياده في الارباح بنسبه 90%، يعني تقريبا ضعف الارباح عن السنه اللي قبليها. وصل اجمالي محفظه التمويل العقاري لاكثر من 3 مليار جنيه، وعشان كده تم زياده راس المال ل 350 مليون جنيه لتلبيه القدره على تامين تسهيلات ائتمانيه متنوعه وقياده الاعمال بفاعليه كبيره. والنجاح الكبير ده بيعكس التطوير الكبير اللي بيتم في البنك الاهلي بشكل عام وفي شركه التمويل العقاري بشكل خاص، ونجاح استراتيجيه البنك والشركه وتنميه مهارات الموظفين وكوادر العمل وكمان تحسين كفاءه الموظفين. ده غير التطوير الكبير اللي بيتم في البنيه التحتيه التكنولوجيه للبنك وكل شركاته عشان فعلا يكونوا احسن مثال لمواكبه العصر، وده اللي يضمن استدامه النجاح. ودلوقتي تعالوا بينا نتابع بعيد فقرات حلقتنا النهارده من برنامجكم الجدعان ريل ستيت. تشاهدون في حلقه اليوم، خلينا نبدأ من الحديث عن المدن الذكية. المطور بيشتغل وراه 100 صناعة مختلفة. دور الدولة ودور المطور لإيجاد الحلول هيكون إيه؟ لازم المطور يبتدي ينوع في مشروعاته ويبتدي يفكر في مشروعات غير سكنية. سعر الأراضي زاد 45% آخر سنة فقط. إحنا دلوقتي 17 وربع، يعني زيادة 800 نقطة. مدن الجيل الرابع بنتكلم في 38 مدينة، مخطط ليها إن هي تستوعب 65 مليون مواطن. كل ما يحتاجه المواطن في هذه المدينة ممكن إنه يعمله من خلال أبلكيشن معينة. منح الجنسية في مقابل شراء وحدة، ده أمر مغري. اضرب 200 ألف كده في 100 ألف طلع كم؟ 20 مليار دولار. 20 مليار دولار. خليني أقول لك إن المبيعات تعدت 1.3 مليار وإحنا قاعدين. تطبيق فوائد الاستدامة بيوفر 37% من الطاقة.